السلام عليكم. السلام عليكم. مسيك بالخير. صح بان اوروتش يعني انا صايم؟ ايه انا صايم. بان اوروتش شو تركيش. كم واحد في المخيم؟ يعني شيء 600 700 شخص اليوم. ما شاء الله. شو نطبخ لكل يوم؟ منسف. منسف؟ صعبة المنسف. انت شو بدك؟ ثورما. وانت شو بدك؟ ملوخية. يختاروا شغلة سهلة. وانت شو بدك؟ ارد والي. بختار شغلة من صفحتي وين تليفوني؟ نزل مبقبقة 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 مبقبقة. باللحم ولا بالجاج؟ باللحم ولا بالجاج؟ بالجاج. ملت تنتين مبقبقة. يلا تعالوا تعالوا نعمل مبقبقة. بدنا مبقبقها اليوم. بدنا نعمل فيه مبقبقة. بس بصل بصل والفلفل. ايوه هذا الشغل الصح، لازم الفلفل. ايوه نغسلهم على السريع. الله عليك نشغلك مساعد شيف. ايوه اهم شيء تشيل هاي وتمسح من حواليها زي هيك. هيك تمام. يعطيك العافيه. بدنا كمان 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 معلم فلافل. ايش يا معلم حبيبنا؟ انا جعان. شو صار؟ والله نمت يوم في المستشفى. مات يوم باكسني. اي 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 كيف لو مش طالع من المستشفى؟ تساعدونا. اه يعطيكم العافيه. بريحونا صح؟ قال الرجال يطبخوا. قال هني بدهم يشتغلوا ونحن نطبخ لمده يوم. مش مشكله بنمشي لهم اياها. بس مشكله اليوم. قطع ممتاز. اربع قطع ممتاز. ايوه اعطيني. ايوه شوي شوي. في ضواو هنا وحركات. نحط بالزاويه هون. حلوه حلوه. نكمل طبخ. قلب. ممتاز ممتاز. افتح افتح افتح. نزل نص البصل هنا. يلا نزل فلفل. صوره بقول حبايبنا النزم. قول عشو حبايبنا النزم. انا هلا صدقت وهلا يعني اقتنعت ان النسوان بتعذبوا كثير. عن جد بدري عليه. نحط فلفل اسود. افتح افتح. يلا 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 نحط مندوره هلقيت. يلا نزل. ايوه حطها كلها حطها كلها. اول ما اعمل هاي كميه انا. ايوه بدنا واحده هنا كمان. اه عبي 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 عبي. رح يقدن ولسه ما استودش الأكلة. حاول تكلمنا معانا يا محمد. بس معانا شيف يا دول صح؟ هنا قطع لحمة. ايه عبيها سيد عبيها. عطيني سوي هيك كيف. حط واحد يدعم. صغور أريح. والله المبقبقة طيبة. مبقبقة. مبقبقة. مبكبكة. مبكبكة. زاكية. زاكية. ايش بنقول؟ الحمد لله. حبايبنا حبايبنا اللزم. حبايبنا اللزم. اه يا زلمة. اكلت؟ حبايبنا اللزم. بطل. يلا. حبيبي. ايش بنقول في اخر الفيديو؟ حبايبنا. حبايبنا اللزم. طب شو بشوف حزرتها انت بالاخر. حبايبنا اللزم. من وين انت؟ من مدينة الخليل، فلسطينية من الخليل. اهلي. معي في الغزاوي. شو رايكم؟ احنا التقينا في الخليل والغزه. اه وما عجبكيش اني حطيت فلفل بالاكل؟ لا يا ما يا اخي يلا بالنام معليش من ايدك طيب. الله يسعدك حبيبي. يلا صوره مع الحجه حبيبي. ابصر اكلوا الشباب. اكلته؟ تمام؟ انا وتالا وانس. طلع هنا هنا حبايبنا اللذيذ.